نروح نسمع ونشوف الناس بيشتكوا من ايه، بيشتكوا من مين، وبيقولوا ايه في الاسبوع ده. كان واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقية انا وهي عايشة وخلاص. كان واحد من الناس زي كل الناس، مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباب. باخد معايا 600 جنيه، عايز اعرف المعاش ده هياكلني ولا اكل عيالي ولا يسكنني ولا اعمل فيه ايه يعني. وبقول المعاشات ومش المعاشات، وهزودكم مش هزودكم، وساكن في شقه ب 500 جنيه. فين العدل بتاع ربنا؟ في المعاشات ناس كتير بتشكي منها، مش واخدين حقوقها في المعاشات خالص حضرتك. وبعد كده دلوقتي لما نيجي نطلع معاش ما بيدناش حقوقنا. انا موظف في محافظه القاهره ما باخدش حقوقي. يعني بقول لك بتاخد على كل سنه شهر. ازاي كل سنه شهر هاخد عليه، اخد عليه مكافاه وعلى الاساسي كمان، يعني مش على اللي انا مربوط عليه باخده، لا على الاساسي. الاساسي يعتبر ملالين مش حاجه كبيره يعني. يخلي متابعات على الادارات المحليه، لان المحليات فيها فساد اكتر من اللازم. وانا في حال عجوزه وبشوف الكلام ده، هو يجيب جهه تباشر على مدريين الاحياء. الاسعار بس تهدى شويه، الاسعار بس، وعشان نعرف نعيش، عاوزين نعرف نعيش في البلد دي، مش عارفين. يعني انا على المعاش اما اخد معاش اطلع منه ايجار واطلع منه نور واطلع منه، انا كنت بطلع من 14 جنيه النهارده ادفعها 100 جنيه. عشان ايه؟ ايه اللي فيه ايه اللي زاد في المرتبات يعني؟ الاسعار غليت في كل حاجه، مواد غذائيه في كل حاجه، بنزين غلي، كهرباء غليت، ايه تاني، الميه غليت وبتقطع. احنا بنطلب قوانين رادعه، مش ممكن تبقى عايش في دوله مفيش قانون لما حد ينصب عليك او يعني يستثمر ياخد فلوس استثماراتك ويعني يؤتي بيها في اي مجال هو عايزه بدون حساب ولا رقاب ولا يسلم حاجه في مواعيدها. لازم يبقى في قوانين رادعه. عايزين نعرف الحد المتوسط اللي هو اللي بياخد سالري 1200 جنيه او 1300 جنيه هيكفوه ايه؟ هو واولاده هيكفوه ايه؟ هيجيب خضار وهيجيب اكل وهيجيب شرب وهيجيب جبنه وهيجيب بيض وهيجيب رز وهيجيب سكر وهيجيب لحمه وهيجيب فراخ. فارحموا شويه الشعب، عشان الشعب تعبان والناس تعبانه. في ناس كتير جدا 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 كويسه ومرتاحه، وفي ناس كتير جدا 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 واكتر مما تتخيلي تعبانين جدا ومش لاقيين ياكلوا. Yeah.